تجلى عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لاح. هنا بالذكريات عبير، جمعناها لأجل الغير، رسمنا فيه حب الخير، أمانينا مع الأفراح. حديث عاطر وشجون، يبوح القلب بالمكنون، لكم نهديه في المضمون، ويدنو فجرنا الوضاح. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. حوار الأرواح. قاتم هو اليوم الذي يعيشه، لم يعد يعي كم عاش في تلك الظلمة. هو مأسور في ظلام وظلام وظلام، يتقلب من يأس إلى يأس، ويعيش في تعس ونحس. ليله أرق، ونهاره قلق، وحزنه يكاد يقتله، هو متقطع الروح، لا يبصر إلا سواد المعيشة. صباحه ظلام وليله ظلام، وكل وقت يعيشه يكتنفه الظلام والضياع. ذات يوم عانقت روحه نسمات الهداية، فكانت الباب الذي انفتح على مصراعيه باب هبت عليه نفحات ربانية روحانية تتقاطر مطرا يغسل الروح والفؤاد. لسان حاله أضحى، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. عاد إلى الله وأبصر فرجة النور التي اتسعت لتكون مدخلا إلى الله وإلى رضاه. هو يتقلب بين رحمات الله ويسقى من نعيم التوبة ما يشاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. ليس هناك معصوم إلا أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. نحن أهل خطأ، أتينا من الخطأ ونذهب إلى أن يتوب الله علينا ونستغفر الله من الخطأ. فلجهل الإنسان وعجزه وتكوينه يقع منه الخطأ، ويقع منه الجهل، ويقع منه الذنب. ولهذا أمرنا بالتصحيح بعد ذلك. الله فتح باب التوبة لأن فيه خطأ، في أخطاء تقع. أبونا آدم عليه السلام أكل من الشجرة ونزل إلى الأرض فاجتباه ربه، فمن يشابه أبوه فما ظلم، حتى يقول كالغزالي صاحب الحياة قال: تلك شنشنة عرفها من أخزم ومن يشابه أبوه فما ظلم. يقول المتنبي: أبوكم آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة الجنان، وهذا في خطأ في البيت. لكن لما وقع في الخطأ واستغفر تاب الله عليه، علمنا كيف نتوب إذا وقعنا في الخطأ. فقال هو أمنا حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. أخي وأختي المتحدث والسامع يقعون في الأخطاء، جدد بعد كل خطأ توبة وتصحيح، بعد كل ذنب استغفار وتوبة. لو تذنب في اليوم 70 مرة وتتوب، وأنت قاصد أنك تتوب ما قاصد أنك تلعب، فالله يتوب عليك، لأن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب أن تعود إليه سبحانه. ولا يتعظمك الذنب، تقول ذنب كبير جدا ما يمكن، لا، لو كان كالجبال، لو كان كالغمام، لو كان كالبحر، لو كان كالمحيطات، يتوب الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عن السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لتشرك بشيء لا تشرك بقراب مغفرة. سبحان من هذا كرمه وهذا حلمه. حتى عند مسلم في الصحيح: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. المهم تستغفر، المهم تتوب، لا تحبط، لا تحبطي، لا تيأس من روح الله، لا تظن أن أغلق الباب مهما كان. يعني أنت أكثر ذنب ممن قتل 100 نفس معصومة وتاب، تاب الله عليه. يعني أنت أكثر ذنب ممن كان مشركا يعبد الصنم فتاب، تاب الله عليه. من الذي تاب ورد من عند الأبواب؟ من الذي تاب من الطلاب ولم يقبل له ما تاب ورد من عند الأبواب وحرم من رحمة العزيز الوهاب؟ ما في أحد. افتح بس ترى العطاء ممنوح والخير يغدو ويروح والباب مفتوح، فقط ارفع يديك استغفر، قلت يا ربي أذنبت، يا ربي أخطأت، يا ربي أسأت، يقول وأنا غفرت وأنا حلمت وأنا صفحت.
انكسر فقط، دمعة، كسرة، سجدة، تصدق، تعال راجع كل يوم سجلك، تب إلى الله، استغفر، والله يتوب علينا جميعا وإلى اللقاء. عطره الفواح حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفضيلة، الحقيقة انطلاقا من قول الحق سبحانه وتعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة، هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اليوم الحقيقة الملاحظ أنها مبتلاة، وأن أحوالها في كثير من بقاعها أحوال صعبة، فنريد أن نقف مع هذا لبعض الوقت، لعلك شيخ عايض تقدم بشيء في هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا شك أن على المسلم مسؤولية وواجب شرعي أن يعيش هموم المسلمين، وفي الحديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. وقوله عليه الصلاة والسلام: مثل المسلمين في توادم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتهى كمن عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم، فدل على أنه يجب علينا كما يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. بلا شك أن نشكو مآسي الأمة إلى الله، ليس لها من دون الله كاشفة، وإلا فليجري في سوريا الآن في الشام شيء فوق الوصف، هي نكبة العصر، العصر هذا الحاضر نكبته سوريا، شيء تتفطنه الأكباد، أسأل الله بسم الله العظيم فرج عنهم، وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي تونس وفي كثير من البلدان، فلسطين قبلها، وفلسطين هي قضية المسلمين وأن الروهنجا وغيره، وفي بورما وفي غيرها بلا شك. وعلينا نحن أن كل يقوم بالأعجز الناس من عجز عن الدعاء، الدعاء على الأقل، على الأقل، وأيضا بذل ما يستطيع الإنسان من مال أو من كسوة أو من للاجئين والمحتاجين، التوضيح العلمي والبيان للأمة، نعم، التوضيح الإعلامي، نعم، أن يسخر وسائل التواصل الاجتماعي أيضا لخدمة هذه القضايا، نعم، وبيان الحق، وأن يعني يعلم المسلم بقدر ما يستطيع. عندنا مثلا العالم له موقف، السياسي، الكاتب، الاقتصادي، الغني، كل شخص العادي المسلم يحملون مهمة القيام بحق المسلمين، ولا زلنا نأمل في ربنا لين أسمى روح الله، وتلك الأيام داولها بين الناس. بلا شك أن عصرنا وقع المسلمون في ضعف لا يعلمه إلا الله، الله أكبر، وأن في عصر مصيبة وأزمة على الأمة ليس لها من دون الله كاشف، سبحانه، مع الفرقة ومع الاختلاف ومع التقاتل، حتى أنك تجد الأخبار الآن في الوسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام: القتل في بلاد المسلمين، وسفك الدم في بلاد المسلمين، والتطرف والإرهاب والتدمير والتفجير والتكفير في بلاد المسلمين، والجهل والاستبداد والظلم، فنشكو الحال إلى الله سبحانه شأنه، وعلينا نلتجئ إلى ربنا في مساجدنا مع العمل، مع أننا لين أسمى روح الله، ونبين للناس ما عندنا، ونلتف مع من وله الله أمرنا الولاية الشرعية مثل ولي أمرنا، ونكون كلمتنا واحدة في مواجهة هذا الخطر المحدق بنا، الله أكبر، خاصة أن الحين نحن في المملكة العربية السعودية مهبط الوحي، بدل أعداء يوجهون السهام إلينا وهي بلاد المقصودة من المجوسية والمد الصفوي المجوسي الرافضي والداعشي الخارجي التكفيري، فعلينا أن نلتحم أهل السنة والجماعة الوسطية، وأن نبني البيت السني، وأن نتآلف وأن نتقارب، وأن نتفاهم فيما بيننا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فهذه هي المصابرة، الله أكبر. يعني مشايخ، يخيل المسلم اليوم يا شيخ سعيد ألا خروج لشدة الظلام والهول الذي تقع فيه الأمة اليوم، هل مر على الأمة أسوأ مما هي فيها اليوم أمة الإسلام؟ والله عبر التاريخ الإسلامي مرت الأمة بظروف صعبة جدا، ومن أصعب الظروف التي مرت بها ما حصل من هجوم التتار، نعم، على عاصمة العالم الإسلامي بغداد، الله أكبر، وقتل الناس وإحراق الكتب والقضاء على الحضارة الإسلامية، نعم، في فتن مرت بالأمة كثيرة، لكنها في هذا العصر يعني تعددت وأيضا شملت، يعني شملت العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، الله المستعان، الله المستعان. ولكن هذه سنة الله الخالدة في الابتلاء أولا، وفي أيضا العقوبات، الله، فإن الله يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، الله، فهي ضربات تأديبية للأمة أنه ترجع إلى الله، وهذا الذي يحصل الآن والحمد لله، نعم، أن الشعوب التي ابتليت بمثل هذه المصائب لم تجد مخرجا إلا بالعودة إلى الله، إلى الله، إيه، نعم، الله، وهذا يبشر بأمل إن شاء الله أنها بعد هذا
الكرب فرج. نعم. وبعد هذا الليل المظلم صبح مشرق بإذن الله. بإذن الله. بإذن وبعد الله. بعد هذا القسوة الموجودة والحالة التي يعني يعاني منها كثير من الناس. نعم. إن شاء الله أملنا في الله إن الله عز وجل يزيل هذه الكربة ويكشف هذه الغمة ويعود الناس إلى الله عز وجل. وإذا عاد الناس إلى الله واعتصموا بالله عز وجل وتمسكوا بدينهم ونصروا شريعة الله وحققوا التوحيد ويعني حاولوا التخفيف كثير من المعاصي فإن الله ينزل عليهم الأمن. نعم، الأمن والطمأنينة وينصرهم ويبكن لهم في الأرض، وهذه من سنن الله سبحانه وتعالى. وكما أثار فضيلة الشيخ أنه المسؤولية يعني مسؤولية الأمة بصفة عامة. نعم، الأمة يعني كالجسد الواحد كما جاء في الحديث الذي ذكره الشيخ. نعم. أيوة، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ليس منهم. أي نعم، ونحن في الشرق وأخواننا في ليبيا وفي تونس. نعم. وفي مصر وفي أي بلد. نعم. أخواننا والله إن الجروح التي يعانون منها أنها جروح في قلوبنا لا شك طبعا، وأننا نتألم لكل ألم يمر بكل مسلم. الله أعلم. إخواننا في الروانجا لما كانوا يعرضون للحرق والتعذيب والهذا كانت قلوبنا تتفطر. مأساة. أي نعم، ونعايش المشكلة كما نحن لو كنا نحن الذين نعيشها. الله أكبر. ونشاركهم بآلامهم وفي يعني ما يعانونه، نشاركهم بقلوبنا وبحواسنا وبدعائنا وأيضا وبمساهماتنا. مساهماتنا كما يعني ينبغي أن يكون لنا أدوار. طبعا المجتمع كله متماسك، يجب العالم له دوره، له دور في بيان أسباب مثل هذه وتلافي هذه المشاكل. نعم، الداعية إلى الله كذلك، خطيب المسجد كذلك. نعم. التاجر يجب أن يسخر جزء من ماله، يبذل. اي نعم، يبذل لأنه الأمة بحاجة إليه. يعني نعم. بعض الناس تجده يبذل الملايين والمبالغ الطائلة في الأشياء التافهة. أيوة، التي ليس لها أي قيمة ولا مردود على الأمة الإسلامية. ثم يبخل على إخوانه نفسه وعلى أمته، كفالة أيتام وكفالة أسر وكفالة مشاريع ينقذ بها هؤلاء. الله، فالمسؤولية الله مشتركة. وأقل شيء مثل ما ذكرت هو الدعاء، والدعاء. نعم. ليس سلاح العاجزين. لا، بل هو سلاح السلاح القوي. أيوة. إيه نعم، وما النصر إلا من عند الله. عند الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقوى الأمة كان يستنصر بالله في كل المواطن التي كان يواجه فيها الكفر، حتى في المعارك الفاصلة، معركة الفرقان. نعم. معركة بدر والتي لم تكن فيها القوى متكافئة. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما خرجوا إلى بدر ما خرجوا للقتال، وإنما خرجوا لاقتطاع القافلة. نعم. أي نعم. نعم. ولكن المعركة فرضت عليهم. نعم. فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيارا. نعم. في أن يواجه بالكفار رغم أن التكافؤ غير موجود. 317 رجل خرجوا لاقتطاع القافلة مقابل جيش عرمرة مكون من 1000 خرج بقوة، ويعني خرجت قريش بقضها وقضيضها وحدها وحديدها تحدى الله ورسوله، ومن أجل استئصال الإسلام والقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله عرف أن ما في نصر من الأرض أبدا، نصره الله بماذا؟ بالملائكة. نعم. الملائكة. صحيح. الاعتماد على الله عز وجل يجعل النصر من عنده سبحانه وتعالى. الحقيقة هذه المبشرات وهذه الأمور التي تذكرنا بما حصل في تاريخ الأمة من تأييد لهم من الله سبحانه وتعالى ونهوض بعد كبوة، هي مبشرات يحتاجها الناس اليوم. أظن نحتاج إلى بشائر يا شيخ عايد. نحن لا نقطع الأمل، والله وعدنا خير سبحانه وتعالى. يقول سبحانه الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وأنا أوجه سؤال لمن يسمعون من الأمة الإسلامية، خاصة المنكوبين، رفع الله عنهم الأزمة. آمين. وكشف عنهم الغمة. آمين. هل الأزمات التي مرت هل هي أول مرة تمر بالأمة، أما مر بنا التتار اجتاح العالم الإسلامي. نعم. إلى درجة أنهم هدموا المساجد وقتلوا المسلمين. نعم. وأغرقوا الكتب في النهر إلى أن تغير لون النهر بالحبري. الله أكبر. وقالوا الناس خلاص ما عاد في إسلام. نهضت الأمة بعد عين جالوت نهضة أقوى وأقوى، وعاد الله بها الأمل عودة من أكبر ما يكون، بل عاد التجديد في عهد ابن تيمية وفي بعد ابن حجر والنووي والأئمة مثل المزي والذهبي والبرزالي وهؤلاء، وصارت نهضة علمية فوق بعدها بعد هذه الكارثة. الصليبيون أتوا 17 حملة حتى يقولون لا يبقى مصلي ولا مسجد ولا كتاب، ثم جاء الله بصلاح الدين في حطين، صلاح الدين أيوب، ففتح بيت المقدس. نحن أمة تمرض ولكن لا تموت. نحن رسالتنا من عند الواحد الأحد، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. لن ننتهي ما دام ما دام حبلنا موصول بالله عز وجل. ولذلك أرى أن الأمة تعيش الأمل
والفأل الحسن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في أحد وهو مثخن بالجراح وقد كسر يعني كسرت ثنيته وسج وجهه صلى الله عليه وسلم وراء أصحابه قال صفوا ورائي ليثني على ربي قالوا يثني على ربي وقالوا إن الأحزاب أقبل والقبائل قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل سبحانه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ولم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يا مسلمون الإسلام أطول من أعمارنا وأقوى من آمالنا الله وأوسع من مساحة صدورنا الله. نحن فقدنا بيت المقدس يوما من الأيام ففتح محمد الفاتح القسطنطينية الله أكبر وفقدنا الأسمانية ففتحنا إلى سور الصين العظيم الحمد الله يعطينا سبحانه وتعالى بدائل لأنه ما أنزل هذا الدين إلا أن يكون خاتم الله أكبر وخاتم للنبوات وخاتم للرسالات لكن لابد من المصائب والتأديب بالذنوب الله المعين وأنا سوف تعود الشام بإذن الله أحسن بإذن وسوف الله. يزرع الله فيها زرعا أروع وأعظم بشرك الله بالخير. يمكن يا أخي أن يقول أحد العلماء المعاصرين يقول الطبيب وهو إنسان بشري يرى أن صلاح الجسم ببتر شيء من أعضائه الله أكبر فيقوم بالعملية نعم. والله أحكم الحاسمين سبحانه سبحانه يريد سبحانه. أن يجعل في الشام هذه أرض الموعد الميعاد ونزول عيسى ابن مريم السلام. حكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم عليه السلام. وأرض النصر نعم. أن يجعل فيها زرعا آخر وأن يطهرها من الطغاة نعم. وأن سبحانه وتعالى يمكن مع العلم أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين آمين وأن آمين. يؤلف بين قلوبهم آمين. وأن يوحد آمين. صفوفهم آمين. وأن آمين. يجعل العاقبة للمتقين الله وأن يثبتنا الحق حتى نلقى اللهم آمين. في نفس السياق شيخ سعيد الآن الأمة في مثل هذه الحال منكسرة ومجروحة جروحة عظيمة المفترض أن يتبادل للذهن أن تجتمع كلمتها وأن يتآلف المسلمين وأن يتعاونون العلماء والساسة والعامة وكل في مجال يكون فيه ما أرى ذاك القدر إلا البوادر التي تبذل هنا وهناك منها ما شاء الله ما فعلته المملكة جزاها الله خير من جمع 40 دولة من المسلمين وقبلها جمع عدد كذا يعني اجتماع كلمة مؤثر هذا من المبشرات نعم والتي ما كانت لتحدث لو لم تكن مثل هذه المصائب ما كانت لتحدث ما كانت لتحدث من كان يتوقع أنهم يجتمع المسلمون ويسوون حلف إسلامي يجتمعون فيه في أكثر من 350 ألف عسكري نعم. في وعد الشمال إن شاء الله أنها وعد الشمال هذه مبشرات نعم مبشرات أيضا الحلف الإسلامي الذي دعا قرابة 40 دولة عاصفة الحزم وكذلك عاصفة الحزم التي بدأت تحالفت فيها يعني 10 دول نعم. للقضاء على المخطط والمشروع الصفوي الصفوي الإيراني الإيراني الذي هذا. أراد يعني نعم. الاستيلاء على اليمن ثم نعم. منه إلى بقية المناطق وكذا أبطل هذا المخطط نعم. بهذا نعم. العاصمة العظيمة نعم. الحارقة الماحقة نعم. ونحن نؤمل بإذن الله بإذن الله, بإذن الله. تكون هذه بوادر كلما يعني ضربت أو حست بألم أنها تحاول النهوض وتجمع نفسها وتداوي نعم. جراحها وتبحث عن مكامن القوة فيها وهي كثيرة وهي قوية بإذن الله, بإذن الله. وأهم قوة هي العودة إلى الدين لأن النصر دائما الله يقول وما النصر إلا من عند الله ويقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده هي نعم قصة طالوت وجالوت نعم. هي نعم كانوا فئة قليلة أمام فئة ضاربة نعم صحيح. لكن قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بإذن الله فنحن لدينا الأمل العظيم ولكن لا بد أن يرافق هذا الأمل أيضا جزء من العمل, العمل. بقدر الاستطاعة نعم. والحمد لله نحن نلحظ الآن في إخواننا الذين يتعرضون للقتل ويتعرضون للتشريد ويتعرضون للإبادة في نعم. الشام وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا نسمع منهم نعم. ولكننا ننادي نعم. الأخوة القائمين بعمليات المعارضة والمقاومة نعم. ألا يستبدلوا يعني سوءا بسوءا نعم. ولا شرا بشر نعم. لو سمحت الشيخ نعم. أنا ذكرني الشيخ سعيد بمشروع أريد أن يكون يعني خطوط عريضة نعم. سريعة نعم. أنا أدعو مع أخي الشيخ سعيد وطلبة العلم الدعوة وقد حصل من العلماء نعم. ساس حكام المسلمين أن يجتمعوا على كلمة سواء من نصرة هذا الدين مثل التحالف الإسلامي لكن يكون اجتماع في ترتيب البيت السني نعم. فنحن مهاجمون من صادين صاد الصهاينة وصاد الصفويين مع داعش طبعا الخوارج فلابد هذا قرار سياسي اجتماع الحكام على دفاع عن الأمة نعم. ثانيا أن يجتمع العلماء فيما بينهم ويكون خطاب موحد مرشد نعم. الثالث أن يكون هناك بذل من الأغنياء
في الدفاع عن 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 حرمات المسلمين. نعم نعم. وعن أنفسهم. الرابع نعم. أن ترسل رسالة من الساسة والعلماء وأهل الرأي إلى الإعلام أن يتقي الله الإعلام في الأمة الإسلامية، يوجه خطاب يدافع أيوة عن الأمة ويشعر بهمومها وآلامها. نعم، نعم، وينشر همومه على الناس ويبين المنهج الصحيح وما هي رسالتنا للعالم. نعم. يعني الآن كثير من وسائل الإعلام متبذلة، ما عندها رسالة، ما عندها ولا هواية، تحس بآلام الأمة وتطعن حتى في المعتقد وتطعن حتى في الأخلاق والآداب والسلوك. اللهم استعان. ومنها أن تعاد وسائل أيضا التواصل الاجتماعي، وأن يعاد الشباب الجيل لحمل رسالة الأمة. أقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن أمة الإسلام ما هي فيه من كرب، وأن يعيد لها عزها، وليس على الله بعزيز، بل إن شاء الله ما ذكرتم من اجتماع الكلمة مبشرات في هذا بإذن الله تعالى. نستأذنكم إن شاء الله إلى حوار آخر. حوار يجمع الأرواح وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. التوبة إلى الله عملية انتقال من حياة إلى حياة، من حياة البعد عن الله إلى حياة القرب منه، من حياة المعاندة والمضادة والمصادة إلى حياة الموالاة، وهذا شيء مطلوب ويعني يجب أن تخطو فيه أيها الإنسان، لأنك إذا ظللت في المعاصي في المعاصي في المعاصي قادتك المعاصي في النهاية إلى الدمار والنكال والكارثة والعياذ بالله والنار. لكن لا بد أن تقرر أن تتوب إلى الله. الله يقول ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني أما أنا عم لك أنك ترجع إلى متى وأنت عاصي؟ يعني أيها الإنسان هل قررت أنك تكون عاصي كذا إلى أن تخرج من الحياة؟ والله حكمت على نفسك بالهلاك. إذا قلت لا أنا ما قررت أني أنا إن شاء الله أتوب، طيب هل وضعت برنامج للتوبة؟ هل اليوم بكرة بعده؟ ولا تقول بعدين؟ بعدين مفلوتة ذي، يمكن تقرر التوبة وبعدين وتموت قبل أن تتوب فتخسر الدنيا والآخرة. الآن تب ولا تؤخر فعل التوبة، لأنك ما تدري إيش مستقبل حياتك. تب الآن وأنت أمام خيارين بعد التوبة، إما أن يمن الله عليك بطول العمر وأنت تائب فتكون حياتك كلها طاعة، أو يفاجئك القضاء والقدر وأنت تائب فلا تتندم. لكن لو أخرت التوبة وسوفت فيها فأنت أمام خيارين سيئين، إما أن يمد الله في أجلك وأنت عاصي فكل يوم وأنت تزداد بعدا عن الله فتكون حياتك وبال، لو أنك مت ذاك بالأول كان أفضل لك، أو أن تفاجأ بالموت وأنت على غير توبة فتحصل لك الندامة والكارثة، وتقول كما قال من يموت على غير التوبة وأخبر الله عنهم قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليش؟ تسأل الملائكة ليش تبغى ترجع؟ قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يعني لعلي أتوب. طيب ليه ما أتوب ذا الحين؟ تقعد على المعصية لين يضرب رأسك في القبر ثم تقول ردوني. قال الله كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم البعث. يطره الفواح حوار يجمع الأرواح وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. أريد يا فضيلة الشيخ أطلعك على مقطع لفيديو قديم لك تسمعه وتعالج حفظك الباري. في اليوم التاسع من الشهر، في اليوم الثامن من الشهر التاسع رمضان عام 1387، وكنت في الرياضة، نزلت في نهاية الدوام في رمضان، وعلى أبواب الإدارة التقيت بالشيخ سليمان بن محمد بن فايع وهو زميل دراسة من أولى ابتدائي حتى تخرجنا مدرسين. تذكرت هذا. نعم. لكن تحول هو تحول ديني، وكان يصيد وكان عند أنا لا رياضي، التقيت به وأنا ما أشوف. هذا جزء من محاضرة تكلمت فيها عن قصة حياتي. نعم. نعم. وأشرت إلى أن لي يعني موعد ولادة أشارك فيه الناس والأحياء، ولي موعد ولادة إيمانية شعرت فيها بقيمة الحياة وعرفت يعني قيمة الحياة، وكانت ولادتي الأولى في سنة 1364 للهجرة، والولادة الإيمانية كانت في هذا اليوم وهو اليوم الثامن من الشهر التاسع سنة 1387، أي قبل حوالي
50 عاما. كانت هذه البداية مع رحلة خلوية على الأقدام مع الشيخ سليمان بن فايع، ذهبنا فيه إلى سد أبها، ولم يكن آنذاك سد وإنما كان غيل يجري، وكان هناك الرياحين والحبق ثم بعد انتهينا وصلينا العصر ورجعنا، قرأ علي حديث البراء بن عازب إذا كان المؤمن في القبر والموت. نعم، القبر والموت. طيب اسمح لي يا شيخ، متى كانت الهداية صح الالتزام يعني في عام كم؟ في نفس هذا العام. أما الهداية الأولى فأنا والحمد لله مسلم منذ أن يعني ولدت على أرض إسلامية، وأيضا نشأت في بيت محافظ، وكان والدي رحمة الله عليه يعني حريص على الصلاة، وبيتنا كان معامر، لكن في غفلة، في أغاني، في رياضة، في جرائد، في مجلات، في حضور لبعض المناسبات، إنما الالتزام الحقيقي الكامل الذي بدأت أنا أفهم المشاهد يا شيخ، الجرائد مباحة والرياضة مباحة في الحدود، لكن قصدي أن في غفلة. في غفلة نعم. أيوة. وحصل الانتباه في ذلك اليوم وصححت أوضاعي كاملة، تبت إلى الله عز وجل من سماع الغناء، وتبت إلى الله عز وجل من كثير من الممارسات، النظر المحرم، والآن الشيخ وحافظت على الصلاة بشكل يعني دقيق. في سنك هذا الآن أنت عازم إن شاء الله في توبة صادقة بإذن الله؟ أسأل الله أن يجعلني من الثابتين إلى 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 الممات. الله يتوب علينا جميعا. والمؤمن يتوب في كل لحظة، كل لحظة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد العابدين كان يقول إني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم الواحد 100 مرة، وكان يحسب له في المجلس أكثر من 70 مرة. وفي آخر عمره صلى الله عليه وسلم يقول لقد تاب الله على النبي اللهم والمهاجرين والأنصار. نعم نعم، الله يغفر لنا ولكم. شكرا يا شيخ. جزاك الله خيرا. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. تجلى عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لاح. هنا بالذكريات عبير جمعناها لأجل الغير، رسمنا فيه حب الخير أمانينا مع الأفراح. حديث عاطر وشجون يبوح القلب بالمكنون، لكم نهديه في المضمون ويدنو فجرنا الوضاح.